فروع البنك الزراعي المصري اتطورت بشكل كبير جداً وعددها بيزيد، وفعلاً بقى أضخم بنك في مصر من حيث عدد الفروع والانتشار في الكرة. وطبعاً الموظفين خضعوا لعملية تأهيل، ونجح البنك كمان في تعيين حوالي 4000 موظف شاب. تعالوا نقابل السيد خالد بدر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي في البنك الزراعي المصري. نفذنا خطة كبيرة جداً جداً عشان نوصل اللحظة دي ونقول إن احنا طورنا البنك الزراعي المصري. إيه الخطة؟ نفذناها إزاي؟ اشتملت على تدريب الموظفين ولا لا؟ احنا بنتكلم على 17500 موظف على الأقل، صح ولا لا؟ عملنا إيه؟ والله زي ما حضرتك قلت، هو كان مشوار طويل طبعاً، وإحنا لسه في بدايته كمان على فكرة. من 4 سنين ونص يعني تقريبا، كنا كلنا طبعا يعني شرف كبير لينا ان احنا كنا تحت قيادة معالي وزير الزراعة طبعا الأستاذ علاء فاروق. كنا شرفنا كلنا ان احنا نشتغل تحت قيادته في البنك الزراعي المصري من 2020. في سنة 2020 احنا كان عندنا رؤية واضحة جدا، البنك الزراعي هو بنك كل المصريين، بيت الفلاح والزراع الرئيسي للدولة في تحقيق التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي في الريف المصري. النهاردة الحمد لله بعد 4 سنين بقى عندنا أهم وأكثر النظم الإلكترونية تطورا في القطاع المصرفي وعلى مستوى البنوك على مستوى العالم. والنظام المصرفي الأساسي ده الكور بانكينج سيستم أطلق في إبريل اللي فات، وده هيبقى انطلاقة كبيرة جدا للبنك الزراعي في الفترة اللي جاية. بقى عندنا نظم تحتية تكنولوجية متطورة جدا في كل فروعنا، اللي هي بالمناسبة أكبر شبكة فروع على مستوى القطاع المصرفي في مصر. عندنا 1116 فرع، ويعني بعد فترة قليلة جدا هيوصلوا يمكن 1150 و1200 وهكذا. فبالتالي احنا ركزنا على التكنولوجيا، أكبر عدد فروع من حيث عدد الفروع. مظبوط. من ناحية تانية كمان احنا بنتكلم على البنية التحتية بقى من حيث المقرات. احنا كان من 1100 فرع احنا اسندنا تطوير حوالي 760 فرع. جاري تطويرهم؟ تم الانتهاء تقريبا من تطويرهم. احنا عندنا اللي تم تطويره بالفعل وتم افتتاحه وعيد افتتاحه يعني حوالي 550 فرع. والفروع دي على فكرة زي ما يمكن حضرتك شفت معانا قبل كده في مراحل سابقة، الفروع دي في اصغر قرية واصغر نجع في مصر. صحيح. أهل الريف وأهلنا في الريف لازم يحصلوا على الخدمات المصرفية بنفس المستوى. صحيح. اللي موجود في كل حتة في مصر. لما يبقى عندنا عميل مثلا لسه متخرج، عنده فكرة، عنده حاجة صغيرة حابب ان هو يعملها وعايز تمويل متناهي الصغر، لازم التمويل متناهي الصغر ده يروح له لغاية عنده، ولازم يحصل عليه بسهولة. نيجي لسؤال حضرتك التاني الخاص بالموارد البشرية والتنمية البشرية في البنك. احنا زي ما حضرتك تفضلت عندنا 17-18 ألف موظف، ويمكن في مرحلة من المراحل هنوصل 20 ألف موظف. البنك أساسه هو الناس. البنك بيقدم خدمة، ما بيقدمش منتج مصنع، الخدمة أساسها الإنسان. صحيح. فبالتالي كان التركيز على محورين أساسيين، أولاً تدريب العمالة اللي موجودة في البنك، تدريب الزملاء الموظفين اللي موجودين في البنك. ويمكن على مدى السنوات اللي فاتت ما كانش بتقل ميزانية التدريب عن 100 مليون جنيه. ومن ناحية تانية بقى في محور تاني مهم برضو ويمكن أكثر أهمية، وهي تجديد دماء البنك. احنا لغاية النهاردة دخلنا للبنك وعيننا زملاء مصرفيين من خريجين الجامعات المصرية يقارب عددهم حوالي 4000 زميل. ده بعد 2020؟ ده بعد 2020. فبالتالي يعني الحمد لله احنا مطمنين على البنك، والبنك سواء بالحاضر او بالمستقبل قادم بقوة ان شاء الله في السوق المصرفي.